السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده بقى قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بنسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنحل بقى العقد وتنفرج بقى الكروبات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تمحو بقى ذنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. انا يا حبايب احدى القرى، الريف وجمال الريف وجمال العنب زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ما شاء الله تبارك الله، حاجة جميلة 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 سبحان الله. في الأرياف كل القرية ما شاء الله، كل بيت كل أرض كل ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الزرع كده والخضرة، العنب كله على الشجر، منظر رائع 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 بصراحة. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال، ويكتر علينا الخير وعليكم وعلى كل مسلم يا رب. مش عارفه اذا كنتوا انتوا شايفين من الشمس ولا لا، العنب حاجه جميله قوي، وزرعين تحت طبعا هناك ملوخيه في الحوش من تحت. القريه جميله وفيها كل حاجه حلوه، شايفين المنظر سبحان الله سبحان الله سبحان الله تبارك الخلاق. الارض واحده وكذا وكذا كذا نوع من الفاكهه يخرج من بين بطونها، من بين فرس ودم اللبن خالص سائغ للشاربين، ده بالنسبة للماشية. والأرض واحدة سبحان الله، بيطلع منها التين والعنب والبرقوق والخوخ والمشمش وكل حاجة. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بالشكل ده ما شاء الله، ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم يا رب. طبيعي كمان يعني ما شاء الله تبارك الله. الجو تحفه ما شاء الله، بس فاهم العصر جدا بعد العصر بشويه كانت تلاقي الجو اجمل كمان ما شاء الله. ربنا يديمها عليك ونعمها يا استاذ حمد. الشجر ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله، الاراضي كلها. وطبعا دي الماشية ما شاء الله، شكلهم حلو قوي ما شاء الله. دي طبعا بتهيألي جاموسة ودي بقرة على ما اعتقد يعني، مش كده يا عم مصطفى؟ لا زي ما انتم شايفين بالجمال ده والله يا حبايب ما شاء الله تبارك الله، حاجه حلوه قوي. ده العنب البناتي بقى اللي بيقولوا عليه، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، حاجه حلوه قوي ما شاء الله. ده العنب ده سوى يا استاذ حماده صح؟ اللي وقع على الارض ده. اه هو فرطت واحنا بنجري. ما شاء الله تبارك الله. العنب ده كتر سوى ان هو وقع على الارض ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كده. حاجة حلوة قوي. ربنا يتعامل ويتعامل من ثمار الجنة يا رب. الشجرة دي عنبها اصفر قوي يا استاذ حماده ما شاء الله عليه. انا عايزه بس انا كده صور في ايدي شايفين ما شاء الله ما شاء الله، شكله حلو قوي
لو تعرف تجيب لي ده ابص اصور بيه كده. ده العنب البناتي، بتقص طبعا بالمقص. سهل، مش مقص، مش مقص. اللهم صل على كامل النور، اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك الله، شايفين العنب يا ولاد عامل ازاي؟ ما شاء الله، ربنا يوسع عليك يا استاذ حماده. ما شاء الله، ده يجي له كام كيلو ده؟ مش عارف. ما شاء الله تبارك الله، زمان شايفين بالشكل ده، الشكل تحفه 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 تحفه. ربنا يتعامل ويتعامكم من ثمار الجنه يا رب. اتفضل يا استاذ. حاجه حلوه قوي قوي قوي، ما شاء الله. انا مش عارفه بقى عشان الشمس باين دي يا استاذ حمد، مش عارفه بقى مكان الشمس، عشان الشمس باين العنب ولا لا. نذوق معاكم كده، ولا في كيماوي يا استاذ حمد؟ لا ما شاء الله، مسكر قوي، معقول سكر يا اولاد؟ ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ يا رب بقى الفيديو ده يا حبيب قلبي يطلع القناه بتاعه ترند ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكروبات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تمحى بها ذنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. ماشي، حاجة تحفة ما شاء الله، الشجر شايل زرع ما شاء الله. نقطع بإيدينا كده، ما شاء الله، حاجة حلوة قوي قوي قوي. العنب شكله اصفر، انا مش عارفه اذا كان باين شايف من التصوير مثل الشمس ولا لا. ما شاء الله، عامل زي ما شاء الله، اللي سبحان الله، زي الكهرمان. لازم تقطعه بمقص كده يا استاذ حماده ولا بايديكم؟ بالمقص بس، بقى احنا مش عاملين حسابنا، اهو فيه عقدة كده زي ما انتوا شايفين، زي كده اهو، زي ما انتوا شايفين العنب كده ما شاء الله تبارك الله. حاجة حلوة قوي ما شاء الله يا حبيب قلبي، ربنا يوسع عليك يا استاذ حمادة. حضرتك هنا قرية البندرة؟ ايوه، مشهورة بالعنب. ازيك يا استاذ حمادة؟ ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله فندم. ايه اسعار العنب دي؟ ايه القريه دي اسمها ايه؟ قريه البندره، مركز الصمت. قريه البندره، قرية مركز مشهوره على مستوى الدوله بحد. يعني هي اول حاجه عنبها بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انت شايفه كده فاخر، عنب فاخر، وله جوده، واضح. جوده مشهوره جدا في على مستوى الجمهوريه بحد. ما شاء الله، واضح والله، واضح ما شاء الله، واضح. دي مزارع حضرتك، دي مزارع البيومي. مزارع البيومي يا حبيب قلبي، اللي عايز عنب، دي مزارع البيومي في قريه البندره، مركز الصنطة. مركز الصنطه. العنب بالشكل والجمال والطعم الحلو اللي انتوا شايفينه ده، الكيلو بكام يا استاذ حماد؟ والله هو السنه دي سعره بسيط، بيقول لك سعره بسيط يعني السنه دي 4 جنيه الكيلو. يا ما شاء الله، يا بلاش، حلوه قوي ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. يقول لنا من على الارض ب 4 جنيه، من قلب الجنينة ب 4 جنيه، حاجة حلوة أوي ما شاء الله. ربنا يزيدكم ويزيدنا من وسع فضله يا رب يا أستاذ حمادة، ويوسع عليكم يا رب. لو عندك فن في جمع العنب، الحتة دي صفرة أوي، جميلة أوي ما شاء الله. الجهة التانية، الحتة اللي في الجهة التانية، التانية، أيوة دي. إيه اللي بيخليه أصفر كده بقى أستاذ حمادة؟ الشمس. الشمس اللي بتصفره تقوم تدي له طعم بقى وتدي له. طبعا احنا بنجي لما نجي نصومه، يعني ايه تصومه؟ يعني بنمنع عنه الميه. ما تسيبهوش، يعني ما تسيبش الارض. يعني اول ما يصوم بياخد فتره كده عشان يسكر، وطبعا بحضرتك لازم الورقه اللي عليه تخف شويه، تهوي الشجره بالورقه اللي فيه عشان الشمس تشوفه، وتطوله وتصفر زي ما انت شايفه. حتى حضرتك اللي تلاقيها في الشمس، جيت الشمس اصفر شويه. اللي تحت برضك فيه سكريات، بس برضك الشمس بتجيله خفيف، اما اللي في العالي طبعا زي ما انت شايف حضرتك
ايوه حضرتك تلاقيه واخد اخضر لون. اللون الاخضر واخد لون الاصفر، فين الشمس شايفاه تلاقي حضرتك اصفر ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدكم طبعا. كل ما يبقى المده بتاعت الصام بتاعته طالت هيسكرك. كل ما بتصام العنب، المعلومه دي اول مره اعرف، كل ما بتحط ابن عنه الميه وبتعطشه بيسكرك بيسكر اكتر. شايفين الجمال والحلاوة ما شاء الله تبارك الله. العنب ما شاء الله شكله ايه، يعني حاجة ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالشكل ده إيه، اصفر وشكله ايه. نعم ايوه انا عايزة عنقود كبير، ايوه زي اللي انت جبته هناك عشان اصوره برضو. ايوه ما شاء الله. طبعا الورق دلوقتي ما عادش ينفع يتحشي بقى استاذ حماده خلاص. هو الورق دلوقتي مدته خلاص، هو كان هو في اول السنه بيبقى طعمه اجمل من دلوقتي ما ينفعش لانه نشف. اول السنه كان يبقى احلى. بيبقى اخضر بس. ايوه بالراحه عشان ما تقعش على الارض بس. ما شاء الله اللهم صل على كامل النور. ما شاء الله لفوا كده يا استاذ حماده. سبحانك يا رب، سبحان الصانع، الله يوسع عليكم يا رب، الله يوسع عليكم. حاجه حلوه قوي ما شاء الله. انا يعني احنا جبنا، انا صورت قبل كده في الكريبسون بس في البناتي لا، في قريه جنب العمريه. حلوه قوي ما شاء الله. ايه خليك جنب. خليك على الجو. زي ما انتم شايفين كده حباب قلبي خلاص البطاريه، خلاص البطاريه خلاص هتفصل ما شاء الله تبارك الله.